وإدانات دولية لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب. فقد قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يشعر بالفزع إثر محاولة اغتيال ترامب. أما في باريس فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتعاطف مع ترامب، واصفا ما حدث بأنه مأساة للأنظمة الديمقراطية. ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز ما جرى بأنه عمل دنيء وتهديد للديمقراطية. وحثت الخارجية الروسية الولايات المتحدة على التصدي لما سمته سياسات التحريض على الكراهية ضد المعارضين السياسيين واستخدام الأموال لتمويل الشرطة الأمريكية بدلا من تخصيصها لأوكرانيا على حد قولها. وفي القاهرة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للحادث، وأعرب عن تمنياته باستكمال الحملات الانتخابية في أجواء خالية من العنف. كما نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالحادث وقالت إنه لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية. أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فأعرب عن تعاطفه مع ترامب، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تتابع عن كثب التطورات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ علوم سياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك معنا دكتور. بداية، هل تتوقع أن تعزز محاولة اغتيال ترامب من فرص فوزه في الانتخابات الأمريكية؟ نعم، هذا صحيح، لأن سيكون عند ترامب تعاطف كبير من قبل قطاعات كبيرة من الشعب الأمريكي، وبالتالي هو سيكون في موقف يعني الناس تتعاطف معه، ان السبب في محاولة الاغتيال ضده هو الاعلام الامريكي الذي صوره على انه انسان شرير وانسان فاسد، وهو ايضا يواجه احتمال يعني صدور احكام من القضاء ضده بإيداعه في السجن. فأعتقد أن التعاطف مع الرئيس السابق ترامب سيزداد، وهذا يزيد من فرص أن يكسب الانتخابات ضد بايدن في شهر نوفمبر المقبل. نعم دكتور، هل برأيك كان هناك دور للخطاب السياسي في حملات المرشحين الانتخابية في تأجيج هذا العنف؟ نعم، هذا صحيح، وسيكون هذا الأمر موضع بحث ودراسة كثيرة، لأن يعني أجري استطلاع للرأي أخيرا يعني عن ما هو احتمال استخدام العنف في الانتخابات الأمريكية بصفة خاصة والحياة السياسية الأمريكية بصفة عامة. وأظهر الاستطلاع أن 10% من أبلوا بآرائهم يفضلون استعمال العنف ضد اليمين، ضد ترامب، ضد الجمهوريين. فبالتالي الصورة التي نقلها الإعلام على أن اليمين الأمريكي والطيار الشعبوي والطيار المحافظ هو الطيار العنيف بعد حوادث 6 يناير من عام 2021، الأمر هنا يختلف بعد محاولة اغتيال ترامب، أن اليسار أيضا عنيف ويحاول التخلص من الجمهوريين ومن ترامب ومن الاتجاه الشعبوي. يعني عندما وقع الحادث تبادلت وسائل الإعلام خبر عن من قام بمحاولة الاغتيال عضو في منظمة يسارية متطرفة اسمها أنتفا. هذا ليس صحيح حتى الآن، لكن الأمر الهام أن اليسار الأمريكي يريد استخدام العنف ضد رموز الحزب الجمهوري وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب. نعم الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ علوم سياسية في جامعة جورج واشنطن، شكرا جزيلا لك.